رجعت من الغربي كل شي تغير. صرت شوف قديش نحن عايشين بسجن وحياتنا مش مثل حياة باقي البشر. كل إنسان بالعالم عنده وطن إلا نحن، مقطوعين عن بلادنا ومنسيين. يعني كل السوريين، نحن مثل باقي السوريين إلنا أسئلتنا وإلنا شؤوننا وإلنا مشاكلنا وإلنا انتقاداتنا وإلنا ملاحظاتنا على أي شيء عم بيصير بهالبلد، يعني ولو أنه نحن الجزء المقطع والجزء المقطوع منها. يعني